السلام عليكم. كيف نصلح الخطأ UR2 الشائع على الأطباق المتحركة؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. في البداية لابد أن نعرف ما هو الخطأ UR2. الخطأ UR2 يحدث عندما يعجز نظام التحريك عن القيام بدوره في تحريك الطبق. هذا الخطأ يحدث نتيجة عطب في أحد المكونات الثلاث للمنظومة التي تتكون من الفيرا نفسه أو الذراع المحركة أو السلك الناقل بينهما أو الفيبوكس الذي يقوم بتسجيل المعلومات وإعطاء الأوامر. قبل أن أبدأ دعوني أعرفكم عن المكان الذي سأعمل فيه. هذا هو الفيران الذي سأقوم بفحصه والذي سيكون غالبا سبب المشكل، لكن دعونا نفحصه أولا. أبسط طريقة للقيام بذلك هي ربطه بفقرة كابل قصير وإحضار الفيبوكس إلى السطح حتى نتأكد بأن الكابل الفيبوكس ليس سبب المشكل. سأقوم أولا بإزالة الأسلاك القديمة قبل ربطه من جديد بأسلاك سلك قصير. ترتيب الألوان ليس بالأمر المهم، يكفي أن تختار الألوان التي يسهل عليك حفظها وأن تقوم بنقلها بالترتيب على الفي بوكس. توجد 4 ألوان، 2 للمحرك MA و M2 و2 للسنسور أو الحساس الذي يقوم بضبط الحركة متى يقف ومتى ينطلق. سنجد نفس الألوان موجود على الفي بوكس. سنعيد الوضع في مكانهم بنفس الترتيب M1 M2 ثم 2 للسنسر. إذن كما استمعنا إلى صوت الفيرا يبدو أن من صوته يبدو فيه مشاكل حيث أنه يعمل بتقطع، لكن هذا لا يمنع من أن نقوم بفحص بقية المكونات، حيث سأقوم بفحص الأسلاك أولا للتأكد من خلوه من أي عيب قبل تركيب الفيرا من جديد. قمت بالأعلى بربط الأسلاك مع بعضها البعض، كل سلكين مع بعض، ثم من خلال الملتيمتر سأقوم بفحص هل هناك اتصال بين السلكين أم لا. إذن بعد التأكد من سلامة الأسلاك سأمر إلى تركيب الفيران الجديد وتفكيك القديم.
نمر الآن إلى التجربة. سأقوم بالانتقال إلى القمر هوتبيرد للتأكد من عمل في بوكس. كما ترون الانتقال يتم بسرعة. أقوم بتغيير قمر آخر. سأضع النيل سات. الانتقال يتم بسرعة كما ترون. إذا زال المشكل ولم يعد هناك أي أخطاء عند الدوران.